اعطاه ولا لا بجد؟ يا عم اه طبعا هتقطعه، ما بتضحكش مش فن، ما بتضحكش مش فن. طمعنا جنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد من قناة 9 سنس، وفيديو النهاردة هيكون مع الهبل دول معايا في كل فيديو وزهقت منهم. الو اللعبة هتكون بسيطة ليا انا بس صعبة ليهم. اليوم هتبقى اللعبة عبارة عن اني هسألهم اسئلة، واول واحد يسحب الكون ده او ايا كان اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ استنى جت لي فكرة حلوة. لا بالعربي كون. لا بالعربي ما اسمهوش كون. نوك عكسها. نوك عكسها. بين بوزو كلهم عارفينها يعني، واللي مش عارفها يروح يدور عليها مش خلاص اشرح. اللي هيسحب دي الاول هو اللي هيجاوب على الاسئلة، واللي هيجاوب على سؤال غلط هياخد له واحدة. ايوه عملت كده؟ غاب انت. اللي بيسأل الأول؟ لحظة لحظة. أنت متخلف يا ابني. عبد الله، إيه معنى كلمة سحب بالنسبة لك؟ ده هو. أوكي دي شكل العلبة من جوة. إيه الحاجة يعني فعل بتعمله وانت عيان بس ما بتعملوش في الايام العاديه؟ بدعي. لا كيف بحسن سوكو الراب كيف؟ باخد دواء. اوكي انت ميديسن. ناخد ميديسن. هو قال اجابه، ولو انت قلت اجابه اعلى منها حتى يعني هتاخد انت البوينت. فايف مينتس ايه؟ هما خمسة يا أربعة. حط ستوب واتش. ثلاثة. باخد دواء. ايه ما هو انا ما ينفعش، ما عندكش حاجة هتاخد. يلا طب تيجي فايف مينتس. مفيش فايف مينتس. يلا يلا خلاص تايم. يلا تايم يلا تايم. يلا عم يلا واحدة. خد يلا لف يا حبيبي، حطها هنا لفها. يلا يا عم. دوك فود. دوك فود. لا زمرين جوا. اوكي خد البن. البني المفروض تبقى يا شوكولاتة يا اما اكل كلاب. يلا كل. يلا يا عم خلص. يلا ابلع بسرعة على طماع وحش. ايه؟ ابلعها ابلعها ما تنضغوهاش، ابلعها على طول. بيعيط انا شايف الريحة. اوف ريحة كلاب. اوف. هو كم سؤال يا حبيبي؟ لزق في التقويم. السؤال الثاني بيقول قول لي على حاجة، يعني قول اسم حاجة ممكن يعني تحسبها كأنها أكلة سناك، مش أكلة سناك. على فكرة ثانية يعني ثانية، من مطعم مثلا ولا من بقالة؟ أكلة مش شرط من مطعم، أكلة تعتبر سناك. اندومي نودلز. لا ما خلاص قال إجابة غلط، يعني هو اللي هيضرب مش عارف. شيت. اللي طلعت له الزرقة يا إما بيري محظوظ يا بيري يا إما معجون أسنان. الاثنين حلوين. اي واحدة؟ مش عارف والله مش عارف الفرق. طبعا حلو بس. اوكي
حاجة الأب عادة بيقول لابنه يعني ما تهدرهاش، ما تصرفش فيها. الفلوس. انت يلا اجابتك ايه؟ حاجة ما تهدرش فيها؟ يعني ما فهمتش قصدك. يعني ما تضيعهاش. سجاير والدخان. حياتك. وقال العمر، اختار حاجة ثانية. قلت العمر قبليه. بس يلا والله انتوا اخويا جدا اخويا جدا اقسم بالله مش العمر الخالد اخوز علي قدام لا تدري ممنوع تتفاهم يا عم ما تخافش انت معزوز استنى 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 يعني اكيد في فرق ما بين الطعم يعني حلو واجهني في الواتر ما هو اكيد مش وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو عيني دي خربتها وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في الفيديو الجاي على فكرة ايده باينة في الكاميرا غبي السلام عليكم